في برايمر بلاستيك يا رجاله اللي هي الشفافه ال 1 كي. طبعا ال 1 كي وال 2 كي. ادي اللون يا رجاله بسكوت. طبعا البرامر الشفافه اللي احنا نزلنا بيها ديا ما ينفعش ننزل باللون على البتاع دي على طول، اللون بعد كده يقشر. دي ماده مانعه للتقشير، ما تخليش الدهان يقشر من على البلاستيك. ما ينفعش نرش لون على طول، لازم الماده الشفافه اللي احنا رشناها دي، وفي منها نوع تاني من الشفافه بتكون بتتلون. ده ثاني وش لونها رجاله. وش رجاله العطره ممكن تنزل بيه يعني مجرد ما ايه الوش اللي هو التاني دون اتهوى، يعني مش لازم يجيب اللي هو الجفاف الكامل يعني، لا عادي الحبايه حتى تنزل ايه مرتاحه اللي هو الوش العطره او الوش الدراي كوت بس كده. ننزل بالكلير كوت بعد كده يا رجاله، بس في الكلير كوت بقى خلي بالك الوش اللي من تحت، لان احنا ادينا وش عفر اهو، الوش اللي قبل منه لسه حنين احنا نزلنا عليه، لازم بقى نستنى كده اهون كل حاجه ايه المذيبات تتبخر بعد كده ننزل بالايه بالورنيش عشان خاطر ما يحصلش تنكيس او حاجه او تبيس. مش لازم يكون من الورنيش بس، لا عادي جدا ممكن يكون في البويه تنقرات تطلع تدبس لنا الورنيش والبرايمرات كمان، لازم كل حاجه تاخد الفلاش تايم بتاعها صح. ننزل باول وش ورنيش يا رجاله بسم الله. وشين وش ما بين كل وش وش من 5 لـ10 دقايق تقريبا متوسط يعني، وطبعا ده بيرجع لحاجات كتير، نوع التينر المستخدم والجو والكلام ده كله. ده تاني وش ورنيش يا رجاله بعد الفلاش تايم. بفضل الله تم الموضوع كده يا رجاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.